تمكنت عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة البياضة ولاية الواد خلال هذا الشهر من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية تتكون من شخصين ينشطان في تهريب وتزوير الملفات القاعدية للمركبات من مختلف الأصناف. تفاصيل القضية تعود وقائعها بعد اكتشاف عناصر الشرطة لملف قاعدي مزور، ليتم بعدها مباشرة إطلاق عمليات البحث والتحري والتي أسفرت عن حجز 8 مركبات وعدد معتبر من الملفات القاعدية المزورة. وبعد استيفاء جميع الإجراءات التحقيق اللازمة تم إعداد ملفات قضائية للمتورطين وتقديمهم إلى الجهات القضائية بإقليم الاختصاص. هذا وتبقى مصالح الشرطة بالواد تنشط عبر كامل إقليم الاختصاص للحفاظ على أمن الأشخاص والممتلكات.